السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سفرة هنية على قناة تن. النهاردة الحلقة بتاعتنا حلو في حلو، ومن الحلويات اللي موجودة في حلقتنا النهاردة اللي طول الأسبوع بنتكلم عليها، مش النهاردة بس، هنتكلم على كريم بروش وأهميته جدا جدا لينا وخصوصا في الفترة دي. كريم بروش بالكولاجين بنقول عليه هو كريم تفتيح وترطيب وإزالة حب الشباب وإزالة التجاعيد، إزالة أثار حب الشباب كلها وإزالة التجاعيد، غني بفيتامين سي اللي بيخلي البشرة على طول نضرة جدا جدا وبيديها لون وردي حلو قوي. طبعا انتوا عارفين فيتامين سي غير ان هو بيقوي المناعة بيخلي لون البشرة وردي جميل، تحس كده ان البشرة بتاعتك متفتحة، عارفين اللي هي بتتنفس، ده فيتامين سي. كمان اهم مادة موجودة معانا في بروش كريم الكولاجين، احنا عارفين ان الكولاجين مادة غالية جدا، ودي المادة اللي بتتحقن في مراكز التجميل الكبيرة عشان تزيل اثار التجاعيد او الكرمشة اللي بتظهر في وشنا، وغالية طبعا. وانتوا عارفين اصلا كورسات العلاج بالكولاجين في مراكز التجميل قد ايه مكلفة وقد ايه غالية. النهاردة بروش كريم بيوفر لنا المادة دي وبيتعمل نفس الشغل بمادة الكولاجين اللي موجودة فيها بسعر رخيص جدا وفي متناول الايد. الكولاجين يا جماعه مهم جدا جدا، عارفه انت فجاه كده لما تيجي تبصي في المرايه تبصي تلاقي ايه، ابتدى يبقى فيه كده خطوط او كرمشه حوالين العين، يا خبر ابيض، هو انا كبرت في السن مع ان انا سني صغير؟ طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البشره عندك ابتدت تبقى جافه باي عوامل تانية، عوامل سهر، تراب، مكياج، بتحطي كريمات غير مناسبه، تغذيه غير سليمه، ايا كان عوامل كتير قوي بتاثر على بشرتنا. فبص الاقي نفسي في سن صغير ابتدى يبقى فيه حوالين العين كده في خطوط تبان، لما اجي اضحك ابص الاقي فيه كرمشه حوالين العينين. طب العلاج ايه؟ بنجري على طول على مراكز التجميل للناس اللي بتقدر، بدل ما نعمل كده احنا النهارده معانا ماده الكولاجين اللي بتشيل خالص اثار التجاعيد، بتشيل الخطوط اللي بتبتدي تظهر معاكي، بتخلي البشره عندك نضره وورديه جدا جدا. وزي ما قلت لكم قبل كده ان هو موجود في اي صيدليه قريبه من البيت عندك، سعره رخيص جدا، اتاكدت من السعر من الدكتور. سعر العبوه اللي في ايدي دي 48 جنيه اهي، شايفين دي 48 جنيه، مادة الكولاجين والبنسينول اللي بيرطب لي البشرة اللي كلنا عارفينها، زائد فيتامين سي، زائد خلاصة العرق سوس المسؤولة عن تفتيح البشرة. مجرد يا جماعة ما هتبتدوا تحطوا منه مثلا تديني منه مرة بالليل، هتصحي الصبح من أول مرة، أول ما تصحي هتحسي بالفرق في ملمس البشرة، في لونها الوردي، هتحسي إن بشرتك كده منتعشة، عارفين اللي هي بتتنفس. ده كده كريم بروش النهاردة معانا. في كمان عناصر كتير قوي هنتكلم عليها تاني الفترة الجاية، كل مرة بقول لكم على حاجة معينة، وأهم ما في الموضوع زي ما قلت لكم إنه متواجد في كل الصيدليات، يعني مرخص من وزارة الصحة، توزيع الشركة المصرية لتجارة الأدوية. ممكن أحط من كريم بروش في أي وقت، مش شرط بالليل بس، ممكن وأنا خارجة الصبح. معنى كده إن هو مش متحدد عليه إن لازم ضد النهار أو ضد الضوء زي كريمات معينة، يتحط في أي وقت، مش على الوش بس، ممكن على الجسم كله. انا عن نفسي بجد انبهرت بالنتيجه، ابتديت استخدمه، حلو جدا جدا ما تتخيلوش قد ايه. وكمان في ميزه مهمه جدا انه لجميع انواع البشره، انتوا عارفين ان البشره الحساسه او البشره اللي تعبانه نتيجه مثلا ان احنا بناخد ادويه معينه او كده، في كريمات ما بتناسبهاش ابدا وبتظهر فيها الحساسيه، او عارفين انتوا البقع الحمراء او الكلام ده كله، بتروحي لاي دكتور يقول لك لا ما تحطيش كريمات مثلا فيها معطرات، ما تحطيش كريمات مش عارف فيها ايه. النهارده بروش كريم بيناسب جميع انواع البشره، يعني انا بحطه على بشرتي وانا مطمنه جدا، مش بس الوش زي ما قلت لكم، على الجسم كله مفيش اي مشكله خالص، بيضيع الهالات الغامقه اللي حوالين العين. كريم بروش لما تستخدموه هتعرفوا كل اللي انا بقول لكم عليه، ملمس وريحه ونتيجه فعاله جدا جدا جدا. دي اول الحلويات اللي معانا النهارده في حلقتنا. طيب عندنا حلويات ايه تاني النهارده معانا؟ طلبتوا مني كتير قوي صينيه الكنافه، هنعمل مع بعض النهارده صينيه الكنافه بالقشطه البيتي بطريقه سهله جدا. مقادير القشطه البيتي مظبوطه ظبطت السنين، وانت مغمضه كده خشي المطبخ على طول، اعملي القشطه البيتي واعملي احلى صينيه كنافه، وما تنسوش دعوه حلوه ساعه الفطار باذن الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. القشطه البيتي اول حاجه معايا
واتمنى ان انتوا كلكم تعرفوا المقادير بالظبط وتشتغلوا عليها وتبقي استاذه فيها باذن الله. مقاديرنا ايه؟ هنشتغل على 3 كوبايات لبن، عليهم 3 معالق كبار نشا، 3 معالق كبار قشطه، معلقه كبيره سكر، فانيليا او ميه ورد او ميه زهر اللي موجوده عندك. ميه الورد وميه الزهر بيبقوا حكايه في الكنافه بجد، جربيها كده هتعجبك جدا باذن الله. دي المقادير بتاعه القشطه. تلاتات يا جماعه علشان ايه تعلق معاكم على طول. يعني ايه تلاتات؟ 3 كوبايات لبن، 3 معالق كبار نشا، 3 معالق كبار قشطه، معلقه سكر بس بتديها تطعيمه بسيطه بيبقى سكرها هادي جدا جدا زي القشطه بتاعه بره بالظبط. وبعد كده فانيليا. القشطه اللي انا كاتباها لكم دي اي نوع قشطه، ممكن قشطه علب، ممكن وش اللبن، ممكن القشطه البلدي، يعني عيشي. طيب مقادير الكنافه نفسها، نص كيلو كنافه، معلقتين كبار سكر بودر، ومعايا كمان سمنه، يعني حوالي 2 معلقة سمنه. ده كده هيعمل لي صينيه حلوه قوي. الشربات بتاع الكنافه عملناه لسه قريب مع بعض واقول لكم مقاديره. 3 كوبايات سكر، 2 ميه، معلقه كبيره عسل جلوكوز لو موجود عندك، وعصره ليمونه، ومعلقه سمنه عشان تخلي لك الكنافه بتاعتك تلمع وطريه جدا. دي مقادير كمان الشربات بتاعنا، مش اكتر من كده. سالتوني لو انا ما عنديش عسل جلوكوز ينفع اعمل الكنافه؟ اه ينفع اعملها جدا، ما عندناش اي مشكله خالص. نجيب بقى ايه؟ لبانه حلوه كده ونشتغل في القشطه بتاعتنا. بسم الله، نشغل عين البوتاجاز. حلو الكلام. هعمل ايه؟ بصوا ادي اللبن، وهقول لكم المقادير تاني. 3 كوبايات لبن، بسم الله، على البارد اهو الاول، هدوب فيهم 3 معالق كبار مليانين هرميه. وطبعا حبايبي القدام عارفين يعني ايه هرميه، يعني شكلها زي الهرم كده مش ممسوحه. عندنا في المعايير مقدارين، عندنا هرميه وعندنا ممسوحه. دي الهرميه اللي هي بالشكل ده، هرميه دي يعني مليانه على اخرها واخده شكل الهرم. خلاص اتفقنا؟ يبقى 3 معالق بالشكل ده. ادي 1، بسم الله، 2 3، وشويه عشان خاطر الحبايب. ايه كمان اتفقنا؟ معلقه كبيره سكر، ماشي، وسنه فانيليا او زي ما قلت لك اي معطرات عندك. القشطه بقى مش هتتحط دلوقتي، عايزين نقلب قبل ما النشا يحجر معانا. واروح واخده كل الكلام الجميل ده على النار بالشكل ده. ما تبقوش تقلبوا انتوا بمعدن يا جماعه في الجرانيت او التيفال او الكلام ده كله، انا بس بقلب بالراحه كده وعارفه انا بعمل ايه، عشان للاسف ما عنديش مضرب سيليكون، مش مشكله خالص. كده يبقى هنا مقادير القشطه، 3 لبن، 3 نشا، معلقه كبيره سكر، بلاش 3 نشا دي لا تفتكروا 3 كوبايات، تعالى يا استاذ طلعت نقولها تاني واحده واحده. 3 كوبايات لبن، 3 معالق كبار نشا، معلقه كبيره سكر وفانيليا، وعندي حته قشطه زي ما تحبي بقى، قشطه علب، قشطه بلدي. الناس اللي بتحب تشيل وش اللبن وتحطه في علبه كده في الفريزر، حطي منها كده 2 معلقة هتطعمها جدا. هسيبها بقى على ما تغلي براحتها، كل شويه هاجي اقلبها، والقشطه هتبقى اخر حاجه. هتعرفوا هنحطها امتى؟ قبل ما نطفي على طول على احنا دلوقتي كاننا بنعمل مهلبيه تقيله، قبل ما نطفي على المهلبية التقيلة على طول نروح ضايفين القشطة. هنركنها بس هنا دلوقتي على جنب، وما تنسوش وفكروني يا جماعة كل شوية وانا رايحة وانا جاية كده اروح مديها تقليبة كده بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف الكنافة هنعمل فيها ايه. بسم الله، ادي السمنة، وادي السكر البودرة، وادي الكنافة. دايما بحب اجيب الكنافة كتير واشيلها في الفريزر، تطلعيها تفركيها بايديك تبقى سهلة جدا معاكي لما بتكون متجمدة، ما بتحتاجش ولا كبة ولا اي حاجة خالص، بايديكي كده على طول بتفرول معاكي على طول وتبقى زي العسل. هروح حط عليها السكر البودر، مهم جدا جدا وانا بفرول الكنافه، بتجيها لون حلو قوي وبيساعد على ان هي كمان بصوا تسلق على طول كده وتبقى زي العسل، وبيديها كمان طعم حلو جدا بالشكل ده اهو. وقلب كده كله في بعضه، والكنافه كده كده انا مقطعاها اهي. ندي تقليبه للمهلبيه على النار كده، هي اصلا لسه حتى ما قالتش انتوا فين كده بالشكل ده، شايفين ازاي؟ وبعدين هروح جايبه بوله
وهقسم فيها بس شوية عشان أنا هعمل الصينية طبعا وش وظهر، فأقسمها كده بالشكل ده وأروح واخدة هنا شوية سمنة وهنا شوية سمنة، والسمنة تكون سايحة كده. بصوا ازاي اهو، بسم الله، كبشة كده وكبشة كده. قلت لكم قبل كده، قبل ما حد يتكلم في اي حاجة، السمنة الكنافة والجلاش روحهم السمنة، وبعد كده بتطرد الباقي تقدري تصفيه من الصينية، لكن في الاول خالص عشان تديكي لون حلو وتبقى متماسكة وتديكي الكنافة اللي بتشوفيها الجاهزة، لازم لازم تاخد حقها في السمنة كده. خلاص هي جهزت معايا وبقت زي الفل كده، الطبقتين معايا جاهزين. هعمل ايه بقى؟ ندي تقليبه، هي هتبتدي تتقل اهي، يا مسهل يا رب. نديها تقليبه كده بالراحه، وبعدين هجيب الصينيه اللي هعمل فيها الكنافه، وهجيب صينيه اصغر منها اكبس بيها الكنافه، وده شرط اساسي معايا عشان تطلع معاكي الكنافه مظبوطه ان شاء الله. ترجمي لنا يا ستي الكلام ده وانت عماله واخدانا كده واحده واحده، هفهمكم. دي الصينيه اللي هعمل فيها، كنت حاطه فيها ورقه زبده، لا مش هحط فيها ورقه زبده، هحط فيها سمنه، بسم الله كده ماشي. وبعدين هنجيب فرشه، وطالما جينا هنا ندي المهلبيه بتاعتنا تقليبه كده بالشكل ده، قربت اهي خلاص. وبعدين اوزع السمنه في الصينيه كلها بهذا الشكل، شايفين ازاي؟ والجناب كمان كل حته هيبقى فيها السمنه، تعرفي ان الكنافه في الحته دي هتاخد لون حلو ان شاء الله. وزعتيها كويس، صينيه الكنافه بتاعتك هتاخد كلها لون ذهبي كده حلو زي بعضها. بعد كده هروح واخده الكنافه وموزعاها كده، الطبقه دي مش هتبقى كتير ولا حتى اللي فوقيها، يعني دايما كده ما تبقاش الكنافه عندك عاليه، يعني عارفين دايما بنشوف ايه، كنافه بنجيبها من بره يعني ما شاء الله في امانه الله كده حجمها حلو كده، نيجي بقى نعملها في البيت تبص تلاقيها عاليه عامله زي المكرونه البشاميل قد كده. طب ليه؟ عشان انا ما وزنتش ايدي كويس وما ضغطتش كويس، فبالتالي هاشت معايا في الفرن وعليت معايا. بصوا بقى المهلبيه ابتدت ايه؟ تتقل. بص يا استاذ طلعت، شايفين مهلبية تقيلة اهي، ريحة الفانيليا بانت على طول معايا، مقادير مظبوطة جدا زي العسل. ايه اللي هيحصل بقى هنا دلوقتي؟ شايفين القوام؟ بصوا ده القوام المطلوب بالصوت ده كده اهي، شايفين اهو. هروح طافية النار خلاص كده، بعد ما طفيت النار عليها حتة قشطة، اي نوع قشطه عندك كده اهي، وهقلب اخلي القشطه تدوب في السخونيه بتاعه المهلبيه، هركنها شويه. دلوقتي القشطه بتعمل ايه؟ اول ما بتنزل على طول في السخن هتكلكع معايا شويه، هسيبها شويه تبتدي تسيح جوه بالسخونيه بتاعه المهلبيه، وبعد كده في مرحله مهمه جدا هنشوف هنعمل ايه، بس نشتغل في صينيه الكنافه الاول. تعالوا بقى نوزع كده، انا ممكن اشيل لك دي شويه من هنا تهدى كده، صح كده ولا ايه؟ يلا نوزع بقى كده واعمل لها سور. يعني ايه سور؟ يعني بصوا اخلي الكنافه تطلع كده على حرف الصينيه، مش عايزه هنا فراغات، شايفين الفراغ ده؟ اضمه كده على بعضه اهو، وما تزوديش الطبقه، ما تعليهاش معاكي بهذا الشكل كده، في فراغ اهو، اروح عاملاه كده بصوابعي. لو هحتاج حته كنافه تاني احطها في اي حته فيها فراغ مفيش اي مشكله خالص، شايفين ازاي؟ ماشي. وبعد كده اروح جايبه الصينيه الاصغر حطها فيها، طبعا لازم تكون مغسوله كويس، واتك كده بايديا ماشي، والف واعمل كده، والف واعمل كده في كل اتجاه كده، اكبسيها كده بالشكل ده اهو. تعالوا نشيل الصينيه دي ونشوف ايه اللي حصل، ايه اللي حصل بقى عندنا، شايفين ايه؟ بسم الله اهي، صينيه الكنافه اتكبست، اتكبست بمعنى كلمه اتكبست في كل حته، السور اللي عملته لها والصينيه نفسها بقت قطعه واحده اهي، تمام كده ماشي. نروح كده بقى ايه مظبطينها كده،
وتعالوا نجيب الكريمه اللي بردت نشتغل بيها على ما دي بس القشطه اللي فيها تسيح ولازم تتضرب في الخلاط. النعوميه اللي انتوا هتشوفوها بتاعه القشطه دي بعد ما بردت اتضربت في الخلاط، مش هقدر طبعا اضربها دلوقتي لانها سخنه جدا، يعني بحط فيها القشطه سخنه واسيبها شويه اركنها لغايه ما القشطه تسيح جواها والمهلبيه بالقشطه يبردوا واروح ضربها في الخلاط تنزل تديكي قوام ناعم جدا جدا. تغطيها بالشكل ده بالاسترتش على المهلبيه نفسها او القشطه نفسها مش من بره اهي، يعني لازم تكون ملامسه للوش بتاع القشطه عشان ما تعمليش طبقه من فوق. وبعد كده اسيبها بقى خالص خالص شويه مثلا بتاع نص ساعه كده واطلعها هوريكم بقى قد ايه ناعمه جدا. الكميه دي كلها بقت عباره عن قشطه، حته القشطه اللي بحطها بتتوزع جوه المهلبيه تديني كميه المهلبيه دي كلها بقت قشطه. بسم الله. تعالوا بقى ايه نوزع كده، بصوا شايف بقى، شايف يا استاذ طلعت، شايفين كل حبايبي عامله ازاي؟ ناعمه جدا 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 ما تتخيلوش قد ايه. طعم القشطه توزع فيها بشكل رائع، بمعنى كلمه رائع اهي. ومعلقه السكر بس اللي حطيتها فيها ما سكرتهاش، بس اديتها طعم حلو كده، خليتها ايه فيها تسكيره بسيطه كده، تحبي تاكليها تبقي حاسه كده ان في حاجه حلوه جوه الكنافه. بالراحه بقى كده هوزع بهدوء خالص، هي لسه ايه تعتبر قفشه شويه، بعد ما هفضل اعملها بظهر المعلقه كده بعد شويه تبصوا لقوها لانت معاكم. شايفين قوامها عامل ازاي؟ تخيلوا بقى ان كل الكميه دي تديكي طعم قشطه، وهي في الاصل انا مستخدمه معلقتين ثلاثه قشطه بس، والباقي كله كانه مهلبيه، مش كانه، هي فعلا مهلبيه. مهلبيه سكرها خفيف جدا. هوزع كده في كل حته اهو، ونرجع تاني. شايفين النعوميه بتاعتها؟ طيب دلوقتي حالا حالا ماشي على موزع المهلبيه، تطلعوا فاصل وترجعوا لي، مش هعمل اي حاجه غير ان انا بس هوزعها بظهر المعلقه كده في الصينيه واستناكم ترجعوا لي من الفاصل. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين ادي الكريمه اتوزعت ما عدا الحروف، ما بوصلش للحروف عشان ما تطلعش مني في الفرن، دي حاجه مهمه جدا. اي كريمه هتطلع من الحروف في الفرن هتتحروق معاكي خلاص. طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ هاخد بقيه الكنافه وتعالوا نشوف هنوزعها ازاي. هنا بقى مفيش ضغط، مش هينفع نضغط على الطبقه اللي فوق، كل اللي بعمله ان انا بوزعها بايديا كده والف الصينيه معايا وباخد الحروف اغطي الاول السور اللي كنت عاملاه اهو. شايفين ازاي كده؟ دي اهم حاجه، بسهوله سهله جدا تقومي تعمليها دلوقتي وتعملوا احلى كنافه بالقشطه البيتي في البيت. وما تنسيش تقولي كلمتنا المعروفه والمشهوره صنعه ايديا واحيت عينيا كده. شايفين ازاي؟ نقول المقادير الشربات تاني. الشربات بتاعنا 3 كوبايات سكر، كوبايتين مية، معلقة عسل كلوكوز لو موجود عندك، نص ليمونة تتعصر بعد ما الشربات يغلي، بيبقى وسط ولا تقيل ولا خفيف. تقيل قوي الكنافة هتنشف منك وتحجر، الخفيف هتطرى خالص، بنخليه كده وسط وبطفي عليه وهو يعتبر خفيف سنة لأنه بعد ما بيبرد بيتقل. بصوا بقى استاذنا ومخرجنا الكبير استاذ طلعت جايب كل التفاصيل، الله ينور بجد يا استاذ طلعت الله يكرمك. شايفين اهو، والمقادير كمان نزلها لكم تاني، مش حارمنا من حاجه. انا كل اللي بعمله دلوقتي مجرد ان انا بغطي القشطه بس علشان ما تتحرقش في الفرن، وبثبت الحروف كده اهي، وادي الصينيه بتاعتنا جهزت بالشكل ده. بس يا ستي خلصت صينيه الكنافه، وبعدين هنروح واخدين كبشه من السمنه، ده لازم معانا. بسم الله لازم واساسي. يا سلام بقى لو سمنتك الحلوه دي سمنه بلدي بقى،
تبقى صينية كنافة بالسمنة البلدي. يا سلام، هو ده الكلام. وزعي كده السمنة، كل السمنة دي يا جماعة هتطردها تاني، بصوا اهو بس. مش اكتر من كده. وعلى الفرن على طول، والفرن يكون سخن قبلها، وبحطها على الشبكة وبشغل. لو عندك مروحة يبقى تحت ومروحة بس كده. ادي شكلها بتجمد، بصوا ازاي شوية بشوية تجمد معايا، بتبقى زي العسل اهي، شايفين اهي، وتحت مكبوسة، يعني تديني الوش المظبوط وحاجة كده يعني لوز العنب. نجيب بقى الصينية اللي انا عاملاها لكم من شوية، ما شاء الله احمرت اهي وبقت زي العسل. يلا بينا، سخنة مولعة اهي، بصوا شايفين، ادي النية وادي المستوية. قبل ما نشيل النية على طول في الفرن، ماشي انا معاك، يلا بينا. ادي شكلها، شايفين الفرق؟ تحميرة الحلوة دي خدتها من ايه؟ من حاجتين. حاجة في اول المقادير اكيد نسيتوها طبعا، السكر البودر، قلت لكم هو اللي بيدي لون حلو للكنافة، زائد السمنة خدت حقها في السمنة. لسه هنقلبها دلوقتي. امتى اقول الكنافة اتحمرت من فوق وتحت وتحت، الوش بقى زي الفل؟ لما الاقيها هنا سابت لي حرف الصينية وبعدت عنه، اللي هي فرقت عن الصينية اهو، شايفين ازاي اهي؟ ولو حركتها تحريكه بسيطه كده، طبعا هي سخنه، ابص الاقي الكنافه جوه بتروح وتيجي معايا ثابت، معنى كده ان الوش اللي تحت اتحمر وبقى زي الفل. هندخل دي الفرن، بسم الله، على الشبكه زي ما اتفقنا. انا ما بحبش اشغل شوايه خالص، شوايه لا، شوايه مع الكنافه لا يا جماعه، من تحت بس او تحت ومروحه. بصوا بتجري معايا ازاي. طيب بنقع هنا بقى في غلطه كبيره قوي. ناس تقول لك عند الحلواني بلاقي كده صينيه الكنافه نازله في الطبق قرص كده، وانا ما بعملها في البيت استحاله تنزل القرص ده. عارفين ليه؟ لان انتوا بتسقوها بالشربات وهي في الصينيه، فبتطرى وتفرد، بتريح جوه الصينيه. لكن ايه اللي يحصل دلوقتي؟ اقلبها الاول وهي قرص ماسك في بعضه كده اهي، بصوا سخنه طبعا، قرص كده، اقلبها في الطبق واسقيها وهي في الطبق زي الحلواني بالظبط. يلا نعمل كده، يلا نعمل كده. نجيب الطبق الحلو بتاعنا اللي هنقدم فيه، واروح حاطاه كده، ونجيب بقى ايه، جوانتي فرن او فوطه كده، حاجه بقى تقيله شويه عشان سخنه مولعه، وربنا يستر. اخدها، بص بقى يا استاذ طلعت، عشان اقلبها ما ينفعش امسكها من هنا كده، مش هعرف اتحكم فيها، تتزحلق من ايديا. اللي بيحصل ايه؟ بزحلقها على حرف الرخامه، واروح تانيه عليها كده من هنا، ومن الحرف التاني من هنا اهو كده، واروح قلبها. شفت ازاي اهي؟ لا، مين اللي قال هي هي؟ بسم الله. سمعتك على فكره، سمعتك. بالشكل ده طلعت لي، طلع لي قرص الكنافه الجميل، ولا اجدع حلواني، طعم وريحه وقشطه بيتي جواها زي العسل. هنا بقى دلوقتي اسقيها بالشربات بتاعي بالشكل ده كده، بسم الله. هي سخنة ويكون الشربات برد، شايفين الشربات لا تقيل ولا خفيف كده اهو. الشربات علشان قوامه شوية متماسك بيقعد شوية فوق، وبعد كده تروح شربة على طول في ساعتها. وفيش معلقة سمنة عشان تدي لمعة لصينية الكنافة بتاعتي. كل اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي هيختفي وهتشربه اهو. اعملي بقى كده بظهر الكبشه كده، وزعي الشربات في كل حته، تابعوها. بصوا تلاقوا شربت كل ده دلوقتي اهو. انا من الناس اللي ما بحبهاش معسله قوي، يعني ما بحبش انها بعد ما تشرب شويه الشربات دول ارجع اديها تاني، لا انا يا دوبك كده تشرب الشويه الحلوين دول وشكرا على كده. حط عليها بقى شويه فستق، حط عليها سوداني، زي ما يعجبك. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك والله يا استاذ طلعت، كلك ذوق. بصوا فين الشربات؟ عمال ايه؟ عماله تشربه اهي، عماله تشربه. لفيها كده كده كده، خليها الحروف كمان تشرب الشربات وتطرى معاكي، اوعى تقع، اوعى. يا سلام، شايفين القرص رايح جاي ازاي؟ دي حاجه تفرح على فكره. بصوا اهو. كده اهو، نحط بقى شويه فستق عليها كده على الوش. وعايزه ايه رايك لو جبنا سكينه وقطعنا حته كده نشوف الكريمه من جوه؟
ربنا يخليك اهو كده اهو، بس كده عينيا لكل حبايبنا والله. ادي بقى الفستق الجميل في كل حته كده، ادي يا جماعه صينيه الكنافه بمنتهى السهوله جدا، عملناها مع بعض من الالف للياء، والحشوه بتاعتها كمان عملناها مع بعض، مفيش اي مشكله خالص عندنا، بمنتهى الهدوء ومنتهى البساطه. كنا عاوزين طبق حلويات يا اولاد صغنطوطي كده نقدم فيه، يلا بينا يلا. بصوا اه بالسكينه برضو بتاعه الحلواني كده اهو، يلا اهو كده، وهعمل كده. اسمعوا اسمعوا، طريه من جوه ومقرمشه من بره، اسمعوا سامعين. وادي الكريمه من جوه، ايه الدنيا بقى. ايه رايكم؟ بصوا الكريمه عامله ازاي اهي، وادي وادي الصينيه اهي، ادي الصينيه من جوه، قلب قلب الصينيه اهو، وادي حته الكريمه معاها. بلاش الطبق، الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. اللهم اني صايم، انتم مش سامعين اللي انا سامعاه يا جماعه والله. اللهم اني صايم يا جماعه. يلا اعملوها دلوقتي على طول، وما تنسوش تدعوا لي وانتم بتدوقوا اطعم قشطه في الدنيا مع اطعم كنافه سهله وسريعه خالص، والنتيجه بسم الله ما شاء الله لوز العنب. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض، فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني عملنا القشطه البيتي وعملنا الكنافه بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، مقاديرها كمان بسيطه، يعني خدنا شويه سكر على شويه نشا على شويه لبن، وعندنا نص كيلو كنافه، وعملنا الشكل اللي انتم شايفينه ده. زي ما قلت لكم ولا اجدع حلواني ممكن تجيبي من عنده صينيه الكنافه دي، كفايه ان انت عاملاها على ايديكي وبتقدميها بحب وبتقدميها كده بفرحه لاولادك وابو ولادك كمان. ده بقى يا جماعه ده صاج كبير، صاج مستطيل كبير عملته في البيت عندي، وبيتقطع بقى قطع زي بصوا الحلواني بالظبط، يعني مش حرمكم من حاجه. دلوقتي بقى وصلنا للفقره الطبيه، فقرتنا النهارده برعايه فيتارم جلوبال وخبيره التغذيه العسل اللي دايما منوراني علا. ازيك يا لولو؟ صباح الخير. عامله ايه؟ اهلا بيكي في تني. اهلا بيكي. انا عايزه اقول لك بس يعني احنا صايمين عذاب جدا جدا، انا مش قادره اقوم بصراحه، بس اللهم اني صايمه. انا عايزه اقول لك انا بتعذب والله، يعني القشطه شكلها من جوه فظيع فظيع. هنعمل ايه طيب؟ الاول بصي لنا، ارفعي وشك كده، ما تبصيش لتحت. خلاص بقى ننسى الكنافه وننسى الريحه. طب احنا مش هنبص، الريحه صعبه. مش عارف اعمل لك حاجه في موضوع خالص، بس هنحاول نتأنيس الموضوع. بس احنا بنعمل حلويات بمنتهى الثقه وبمنتهى الامان، لان انتوا دايما بتدونا الامان. لا هو انا جايبه لك مفاجات كتير قوي. أيوة. بمناسبه ان احنا اول مره معاكي على قناه تن النهارده، تمام؟ وبمناسبه ان احنا في شهر رمضان والحلويات والقطايف بقى وشهر الاكلات الحلوه زي ما بنقول عليه، انا بس عايزه اهنئ كل الامه الاسلاميه الاول بحلول شهر رمضان، ويا رب الشهر ده يكون نهايه الكورونا ونهايه الازمه رب. وكل حاجه ترجع لطبيعتها تاني ان شاء الله يا رب. النهارده فيتارم جلوبال جايبه كورس اول مره ينزل على مستوى عالم التخسيس. ما نزلش قبل كده. الكبسوله دي بقى لها تقريبا شهر ونص تحت التجربه عشان تثبت فعاليتها الاكيده ونتاكد من النتيجه اللي احنا هنطلع نقولها دلوقتي. تمام. النتيجه دي مخصصه لشهر رمضان بس. النهارده في كورس وعليه كورس هديه هيكفيك لمده شهرين، بلس ان انت ممكن تكثف الجرعه وتخليها خلال شهر رمضان بس توصل لنتيجه مش طبيعيه.
في الكورسين اخدهم في نفس مده الكورس الواحد بالظبط. صح كده؟ انت هتطلب ان انت الجرعه تتكثف بس مش اكتر. انت بمجرد ما تتواصل مع اخصائي التغذيه والفريق الطبي عندنا في الشركه هتقول له لا انا عايز شهر رمضان بس. الناس مثلا اللي عندها مناسبات علين، الناس اللي عايزه تخرج من رمضان للعيد بشكل كويس، ولازم نخلينا فاكرين ان رمضان دايما لازم نستغله. طب انا ازاي هخس في رمضان؟ ازاي هخس في رمضان وانا ببقى بعد الفطار عايزه حلي وعايزه اكل كنافه وعايزه اكل قطايف، وعلى الفطار بنبقى عاملين كل الاكلات، طب هخس ازاي ما انا عايزه اكل؟ انا قلت لك ما تاكلش، انت هتاكل كل حاجه. بس ننظم ده مع بعض، ومن خلال الكورس بتاعنا النهارده، كورس شهر رمضان يا جماعه. حلو جدا. كبسوله جديده، كبسوله جديده بلس ان الكورس اللي عليها هديه مخصص للنحت وشد الترهلات. يعني هيركز لي على منطقه البطن، هيركزني على منطقه الارداف، الجناب، التكتلات اللي بتبقى في الظهر، اي منطقه فيها تجمع دهون الكورس بيركز عليها النهارده. يبقى كورس وعليه كورس هديه بيخسسنا في الشهر، في خلال الشهرين ممكن نوصل ل 30 كيلو. 30 كيلو خلال الشهرين. لا والله. انت عارفه 30 كيلو يعني ايه؟ يعني انت بتحولي انسان لانسان تاني خالص. هو بيخرج حاجه ثانيه من جواه، وخصوصا الستات. يعني انا بحب اركز قوي مع الستات لان حياتها بتختلف تماما. هي بتبقى حاجه، وبعد ما بتخس بتبقى حاجه تانيه خالص، بيرجع لها ثقتها في نفسها، بيبقى وشها منور. واهم حاجه ان احنا ما نبقاش قلقانين ان احنا هنخس وشنا هيفضل منور برضو زي ما احنا. زيك كده يا علا. انت دايما بقول لك على طول، كل مره بقول لك انت فعلا نموذج لخبيرة التغذية اللي بتاكل كل حاجة بس بتحافظ على نفسها وبتاخد الكورس بأمان. وده دايما بقوله لها، تقول لي ايه مثلا ساعات تتصل بيا تقول لي انت النهارده عامله ايه في الحلقة؟ اقول لها حلويات، تقول هاخد الكبسولة قبل ما انزل على طول. فعشان كده بنبقى معملين نفسنا السيف سايد كده بالظبط. انا عايزاهم ياكلوا كل حاجه، ما يحرموش نفسهم من اي حاجه. رمضان شهر الاكلات الحلوه، نستغل الشهر ده هناكل فيه كل نفسنا فيه. بس هنقلل الكميات دي، وده اللي هتعمله معانا الكبسوله بتاعه شهر رمضان. نسال عن عرض شهر رمضان النهارده بخصم 70% لحد الساعه 12، وشحن مجانا لكل المحافظات. يعني الخصم 70%. الخصم 70%. 70% على الكورس. تعالي بصي نفنطها كده لحبايبنا. اوكي. يعني الكورس الكورس بتاعنا يا جماعه النهارده عليه خصم 70%، وعليه كورس تاني هديه، والشحن مجانا لغايه باب البيت، والمتابعه كمان بالتليفون مجانا. صح كده؟ صح مظبوط. وهتاكلوا كل اللي انتوا عايزينه. اهم حاجه ان احنا نركز على موضوع الاكل. بصي، الفكره اللي انا قلتها وهفضل اقولها دايما، ان انت تنظم حياتك. حتى بعد ما تخلص الكورس معانا لازم تعيش حياتك بشكل منظم. تعرف هتاكل ايه، هتاكله امتى. طول ما انت منظم الاوقات اللي انت بتاكل فيها، منظم الطريقه اللي انت بتاكل بيها، هتعيش في حياه صحيه، مش هتتعرض لسمنه، مش تتعرض لامراض تانية اللي السمنه بتكون بوابه ليها. طيب خلينا بقى نفصص الكورس بتاعنا واحده واحده كده. الكورس بتاعنا النهارده مكون، قلنا ان هو كورس وعليه كورس هديه، هيوصل لك علبتين كبسولات، علبتين نقط، علبتين اعشاب. تمام. يعني هيوصل لك 6 منتجات. الكبسولتين بيكونوا مختلفين عن بعض. طب ليه هيكونوا مختلفين عن بعض؟ لان احنا الكورس تكميلي لبعضه. قلنا ان الكبسوله الاولانيه ليها وظيفه، والكبسوله الثانيه كبسوله النحت اللي هتركز على البطن والارداف واي منطقه فيها سمنه موضعيه. طيب الكبسوله الاولانيه هتعمل لنا ايه؟ الكبسوله الاولانيه هتسدلي الشهيه بنسبه 80%. 80%. على اساس ان ال 20% اللي انت سايباهم دول عشان تاكل ياكل اي حاجه، ناكل بالظبط كده. طيب ال 80% دي انت عارفه، انا مسميه الكبسوله دي كبسوله الدمار او انتقام، غير اي نسبه الياف في اي كبسوله موجوده معانا قبل كده. نسبه الالياف اللي فيها، الناس هتبقى خايفه في شهر رمضان ان الالياف عشان مفعولها يشتغل في المعده تبقى محتاجه ميه كتير. لا، الكبسوله بتاعت النهارده مش هتحتاج اكتر من 2 كوباية الميه اللي انت هتشربهم بعد ما تاخد الكبسوله بس. يعني مش هتحس بعطش. بلس بقى ان هي بمفعولها ممتده 24 ساعه. يا نهار ابيض، يعني انا مثلا اخدها بعد الفطار تستمر معايا ممتد لحد بعد الفطار. الناس لما نقول لها ناخد الكبسوله بعد الفطار، طب ليه ناخدها بعد الفطار؟ هو طب ما انا في الفطار باكل كل حاجه، عشان مفعولها اوريدي شغال معاك 24 ساعه، وعشان تمتص كل الدهون بقى اللي هتبقى في اكل الفطار بالزبط. كمان معانا نسبه الالياف اللي موجوده في الكبسوله كمان هتساعد على امتصاص الدهون الزياده. اللي هو انا مش هتخلصك من الدهون اللي موجوده في جسمك بس، لا، دي كمان الدهون اللي انت هتدخلها لجسمك هي هتاخد النسبه اللي جسمك محتاجها بس، والنسبه الباقيه تتحول لعمليه الاخراج وتخرج في الفضلات.
حلو جدا. تمام، دي الكبسولة بتاعتنا النهاردة، كبسولة شهر رمضان. طيب تاني حاجة هتلعب لنا عليها، هتلعب لنا على تفتيت الخلايا الدهنية اللي أنا مخزنها من سنين فاتت، الدهون اللي بقت صعبة وعنيدة ومش عارف انزلها بأي نظام دايت. الدهون دي الكبسولة بتاعت النهاردة هتساعدني ان انا اتخلص منها. طيب نيجي على تاني كبسولة بقى، كبسولة النحت. هتعمل لي ايه كبسولة النحت؟ الكبسولة دي هتنزل على اماكن السمنة الموضعية. انا عندي دهون، ايه يا علا؟ يعني انا عندي دهون، انا شكلي جسمي كله متظبط او جسمي تخين بس عندي منطقه البطن فيها دهون اكتر، دهون صعبه، فالكبسوله هتنزل هتبقى عارفه ان هي رايحه لمنطقه البطن، تفتت لي الدهون العنيده البيضه اللي في منطقه البطن. طيب انا لما اخس وبطني تنزل هيبقى فيه ترهلات؟ لا، مش هيبقى فيه ترهلات، مش هيبقى فيه صلالات، مع ان مش هيبقى المفروض الطبيعي ان يبقى ان فيه. ده اللي يحصل. لا، احنا الكبسوله بتاعتنا النهارده بقى بتعالج الترهلات، بتعالج الصلالات، بتعالج الاستريتش ماركس، ما بتخليش اي اثار بعد ما نخس. يعني بتخسي وبتنحتي جسمك كانك عامله عمليه نحت، بعمل لك تكميم وبعمل لك نحت بكبسوله عصبيه امنه 100%، وكلها كلها اعشاب طبيعيه بالظبط، ما فيهاش اي كيميكال خالص. لا ولا 1% كيميكال، انا ما بستخدمش اي مواد كيميائيه خالص داخل الكورسات بتاعتنا، كورسات شركه فيتورم جلوبال، كل منتجاتها اعشاب طبيعيه بنسبه 100%. تمام. طيب نيجي بقى على النقط، ايه احنا دلوقتي وظيفتها في اتكلمنا الكورس؟ على الكبسوله، احنا اتكلمنا على وغطينا كل الكبسولات حاجه عنها. بالظبط، نتكلم بقى عن النقط واحده واحده. ماشي. النقط هتعمل لي ايه؟ النقط ناخد بالنا يا جماعه جدا من النقط، النقط بتعلي لي معدل الحرق في جسمي 4 اضعاف، لان احنا في رمضان هناكل وهنندخ، هناكل وهنريح، بعد اكيد. الفطار بيبقى محتاج راحه طبعا. كده، فانا مش هقول لك انزل اتمشى، مش هقول لك العب رياضه، مش هطلب منك كل الحاجات دي، اوريدي احنا كده كده الدنيا في حظر وكلنا قاعدين في البيت، فوانت قاعد في البيت هتاخد جرعه النقط هتعلي لك الحرق بتاعك 4 اضعاف، بلس ان هي معززه بفيتامين دي عشان الناس الكبار في السن. الناس الكبار في السن بيبقى عندهم مشكله بسبب السمنه، مشكله العظام، مشكله المفاصل، كل المشاكل دي بتاثر على حركتهم، فبالتالي انا لازم اعزز لهم الحرق في جسمهم. في ناس بيبقى عندها مشاكل في الغده او عاملين استئصال للغده تماما، فالنقط دي بتعالج لي كل المشاكل بتاعه الحرق في الجسم، بلس ان هي بتعيد بناء الكتله العضليه. طب الكتله العضليه ليه بتعيد بناءها؟ عشان احنا كل ما بنكبر في السن كل كتلتنا العضليه بتضعف. بتبقى خامله. طب استني نقف بس لغايه موضوع الكتله العضليه، ناخد تمام. هند على التليفون ونرجع. اوكي يا هند، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا هند؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا حابه بس اشكر خبيره التغذيه علا، لانها علا بصراحه عامله مجهود معايا جامد جدا. انت بتتابعي معاها؟ متابعه معاها. بقالي تقريبا داخله على 2 شهر دلوقتي، وطلبت كورس تاني. ما شاء الله. انا كنت واخده كورسين وخدت واحد تاني، والحمد لله يعني نزلت وزن كبير جدا. انا كنت 93 ودلوقتي الحمد لله بقيت 79. نزلت قد ايه؟ 79. حلو جدا يا هند، يلا كملي بقى. فانا حابه اشكرها جدا، هي يعني حد كويس جدا، و انا مش عارفه اقول لها ايه يعني. انا مهما اتكلمت الصراحه يعني مش هقدر اوصف لها اللي جايه من ناحيتها بصراحه يعني. طب قولي لي يا هند، الفتره دي كلها انت حاسه بامان؟ يعني ما تعبتيش لا قدر الله من حاجه؟ مفيش حاجه اثرت لا. عليكي؟ كله لا تمام ولا حاجه والدنيا خالص. امان؟ امان يا بالعكس مان. انا تمام والله. انا بالعكس، انا كنت قبل كده لما كنت بعمل دايت كنت ببقى حاسه ان انا هفتانه وتعبانه كده وشكل وشي باين عليه، اما دلوقتي والله ولا حاجه خالص يعني. عادي، وبتاكلي حتى كل حاجه يا هند مش كده؟ والله يعني دلوقتي في رمضان بتاكلي بعد الفطار حلويات وعصاير وسكريات وكده عادي جدا؟ والله يعني هي كده يعني، عايزه اقول لك اني عماله تقول لي كولي بقلب جامد يعني، انا مش عايزه اقول لك يا شوفي لحد درجه كولي كمان كولي كمان. يعني لا، هو بصراحه منتج كويس جدا، وما بتحسيش بجوع ولا هالات الوش دي، ولا السمار اللي تحت العين، ولا الحاجات دي ولا خالص ولا موجودة. هبوط فجأة، ولا رعشة في الايدين، ولا شعر بيقع، ولا الكلام ده خالص؟ الدنيا لا امان معاكي. انا بالعكس حاسه ان انا يعني مضاره وشي رجعت لي احسن من الاول، ما شاء الله وخدودي ما شاء بقى الله كده وحاجات حلوه كده. ربنا يديك الصحه والعافيه يا هند يا رب. فانا حابه اشكرها واقول لها شكرا ان انت عملتي كده معايا، وهي ميرسي هي يا اصغر حبيبتي، مني ميرسي. سنا يعني، بس لا هي بالنسبه لي انا حاجه كبيره جدا يعني. ربنا يخليك يا هند، تعيشي.
علا وكل خبراء التغذيه في فيتارم جلوبال وكل الفريق الطبي كمان اللي بيبقى قاعد مستني تليفوناتكم، كلهم ما يتخيروش عن بعض، كلهم احسن من بعض، كلهم على اعلى مستوى موجودين بس عشان خدمتكم. اتصلوا على اي رقم من الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، هتلاقوا فريق طبي كامل بيرد عليكم، زائد الصفحتين على الفيسبوك هننزلهم لكم دلوقتي. عندنا فيتارم جلوبال بالانجلش وعندنا فيتارم جلوبال بالعربي، وارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم عشان تحصلوا على الكبسوله الجديده اللي علا جايباها لنا النهارده. كبسوله شهر رمضان. كبسوله شهر رمضان بالمميزات الجباره اللي قالت لنا عليها، زائد كمان خصم 70% والكورس عليه كورس هديه والشحن مجانا، كل ده عن طريق التليفونات اللي موجوده بس قدامكم على الشاشه، ما تاخدوش اي ارقام من بره، اللي موجوده بس قدامكم. طيب احنا وصلنا ان احنا كنا بنتكلم على الكتله العضليه. قبل ما نكمل بس كلامنا عن الكتله العضليه، انا حابه انا اللي اشكر هند، لان هند من الناس القريبين جدا لقلبي في المتابعه بتاعتنا، شاطره جدا، بتسمع الكلام قوي، بل بالعكس بتنفذ اكتر من اللي انا بقول لها عندها عليه. اراده يعني جدا. اول ما جات لي جوزها كان متردد، ولا ما لا ده مش هيجيب نتيجه، وهي كمان متردده بتقول لي هو ده كلام تلفزيونات، انا هسالك بس ما تزعليش مني. فقلت لها لا بصي، احنا مش هقول لك نجرب، احنا هقول لك ناخد الخطوه دي مع بعض. بعد اول اسبوع لا، هند كانت بني ادمه غير اللي كلمتني في اول الاسبوع خالص. دلوقتي هي مكمله، بلس كمان ان هي اخت جوزها طلبت الكورس معاها، هي اخذت هند اخذت اخر كورس هتستعمله، اخت جوزها بقى طلبت كورس لما شافت النتيجه على هند، وكلها فرحانه. هو ده بقى بيشجعوا بعض. طب تعالي ناخد صوره حاله كده واحنا قاعدين بنتكلم كده يا اولاد، نزلوا لنا يا جماعه صوره الحاله اهي. دي كده قبل ما تبتدي تاخد الكورس بالظبط. بعد بصوا بعد فرحانه ازاي. لا شوفي الاختلاف اصلا. يعني ام حنين كانت متابعه مع الاخصائيه نهى يوسف، تمام، دي من اكفى الناس عندنا في الشركه. ما شاء الله، يعني النتيجه دي كانت حصلت بعد 3 شهور، كانت فعلا فعلا مختلفه تماما، يعني فرقت 180 درجه. هي ما كانتش مصدقه نفسها لدرجه ان هي جت الاخصائيه نهى يوسف او استاذه نهى يوسف لحد الشركه عشان تشكرها. ما شاء الله، اللي هو هي من اصلا فرحتها. محافظه بعيده، تمام، وجات لها مخصوص عشان تشكرها. لا انا لازم اجي اشكرك، انا مش مصدقه ان انت وصلتيني للنتيجه دي. فالنتيجه دي ام حنين وصلت لها في 3 شهور. حلو جدا، برافو عليك يا ام حنين، والله كلنا بنشجعك وعايزين نشجع وندي طاقه ايجابيه وندي امل جديد لكل اللي لسه قاعدين دلوقتي بيفكروا ومترددين، اجيب الكورس اجرب ولا ما اجربش. زي ما علا كده بتقول لكم بجمله التجارب اللي انتوا عمالين تجربوها، جربوا هاتوا ابص الصوره اهي معاكم قبل وبعد اهي، شايفين ما شاء الله عليها فرقت قد ايه. انا بس عايزه اقول لهم حاجه، ان احنا النهارده مش جايين نجرب. يعني انا ما بقولكش تعالى جرب معايا الكورس النهارده، تعالى خد نتيجه مضمونه، انت عايزه تعمل كده. تعالى خد نتيجه مضمونه، الكبسولات دي على ضمانتي انا الشخصيه، لان الكبسولات دي تحت التجربه بقى لها شهر ونص. يعني مش عايز في حاجه كده سكرت، انا مش عايزه اقولها بس هضطر بقى ان انا اقولها، ان الكبسوله دي في حد قريب مني جدا اوريدي بدات معاه بالكبسوله دي، والكبسوله جايبه نتيجه حلوه جدا. ما شاء الله. فالكبسوله دي على ضمانتي انا الشخصيه. ولا ما كنتش هتديها لحد؟ لا مش هقول على ضمانتي الشخصيه، ومش هقول لك تعالى وانت هتاخد نتيجه مضمونه من اول اسبوع. سد شهيه هتحس بيه من اول يوم، من اول يوم هتستخدم فيه الكبسوله. هتاكل حلويات، هتاكل بشاميل، هتاكل محاشي، هتاكل البط، هتاكل كل حاجه، بس ننظمها مع بعض. انا هسيبك تاكل كل اللي انت عايزه، بس تاخد الكبسوله وتاخد النقط وتاخد الاعشاب في المواعيد اللي هنتفق عليها. تمام. وبعدين نستغل الفرصه، احنا داخلين على عيد، لازم نقوي مناعتنا، لازم نبقى بشكل كويس، كل ده نستغله في عرض شهر رمضان النهارده، كورس وعليه كورس هديه وكمان خصم 70% لحد الساعه 12 والشحن مجانا. حلو جدا، عايزين ايه تاني؟ مش فاهمه اعمل لكم ايه تاني. طيب عايزين ايه تاني علشان تبتدوا تاخدوا الخطوه وتاخدوا القرار تطلبوا الكورس؟ وعندنا زي ما قلت لكم الشحن مجانا، يعني هيوصلكم لغايه باب البيت مجانا، وعندنا كمان المتابعه في اي وقت مجانا، اي سؤال اي معلومه عايزين تعرفوها عندكم فريق طبي كامل قاعد مستنيكم في فيتارم جلوبال بيرد على كل التليفونات، وعندكم كمان ارقام التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه. عندنا في الكورس في فيتارم جلوبال في مميزات مش هتلاقوها في اي كورسات تانيه، وده اللي بيميز فيتارم جلوبال عن اي منتج
منتج تاني موجود في السوق عندنا ان احنا بناكل كل اللي احنا عايزينه، ما بيتحطلناش قوانين ولا قواعد. انا ما بحبش قوانين وقواعد خالص ولا اي حاجه. مفيش بني ادم بيحب الروتين طبعا. ان انا احط لك ورقه كده لسته طويله كده، ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا. طب ما انت اوريدي هتزهق واوريدي جسمك هيبتدي يتعامل مع ده بصوره غلط. بالظبط. انا دايما بقول ان الدايت الصارم، نظام الرجيم القاسي ده غلط، بيجيب نتيجة عكسية. بيجيب نتيجة عكسية، بيوصلني لمرحلة ثبات الوزن اللي أنا مش عايزة جسمي يوصل لها. لما جسمي اوريدي بيبتدي يثبت، لأن خلاص حاسس إن أنا بحرمه من مخزون الدهون اللي عنده، فاوريدي بيبتدي يحتفظ بالدهون اللي موجودة. انتي انا مش عارف انتي هتدخلي لي دهون تاني امتى، فبيوصل لي مرحله ثبات الوزن. فلما يحصل لي ثبات وزن يحصل لي انا اكتئاب، فلما يحصل لي اكتئاب ارجع اكل. فبالتالي بقى من الاول شراهه بقى في الاكل. بيحصل بوصل لمرحله ان انا عندي شراهه في الاكل، باكل جعان او مش جعان صبح وبالليل. فده طبعا غلط. فانا ما بنصحش بالرجيم القاسي اطلاقا. لا، انت قدامك السبيس ان انت تاكل كل حاجه انت محتاجها، في نفس الوقت هتخس بامان، هتخس بمتابعه طبيه متكامله. يعني الناس عندنا في الشركه الاخصائيين من اكفأ اخصائيين التغذيه اللي موجودين على مستوى مصر. انا مش بقول كده عشان هم الفريق الطبي بتاع شركتنا، بس بجد الناس دي بتتعب كتير قوي عشان نوصل لنتائج مع العملاء بتوعنا. تمام. واحنا اتكلمنا على الكبسولات واتكلمنا على النقط، والنقط يا جماعه دي برضو من المميزات اللي موجوده في الكورس، في كورس فيتارم جلوبال، ان النقط بتخليكم تحرقوا دهون وانتوا قاعدين في مكانكم. مش لازم تنزلوا تتمشوا، مش لازم تلعبوا رياضه. مميزات خطيره جدا جدا، ومميزات بجد حلوه قوي موجوده في الكورس، كل ده هتستفيدوا بيه. هنوصل بقى دلوقتي للاعشاب. الاعشاب دي انا بحبها جدا. عارفه اول في ناس اول ما تسمع اسم الاعشاب، ايه ده اعشاب؟ يا ترى يعني هيبقى طعمها ايه؟ طعمها وحش وريحتها نفاذه ومش عارف ما بتسالنيش. هي تقول لا طعمها وحش غيرها لي باي حاجه ثانيه. طب واحده واحده معانا كده. احنا الاعشاب بتاعتنا طعمها فروتي، يعني طعمها مش وحش. هتلاقي فيها نكهه نعناع، هتلاقي فيها نكهات مختلفه جدا عشان تضيع الطعم بتاع الاعشاب اللي احنا متعودين عليه نشربه واحنا سادين مناخيرنا عشان قرفانين من الريحه ومش مأذين من طعمها. لا، مفيش الكلام ده. انا الاعشاب بتاعتي فروتي، طعمها حلو جدا، هتحبيها لما تشربيها. في ناس بعد ما بتخلص الكورس تخلي تتصل تطلب الاعشاب بس لو عشان هي تعودت عليها. الاعشاب بقى اللي في الكورس بتاعتنا النهارده مختلفه. احنا متعودين بتعمل ايه بقى يا علا؟ ما احنا هنقولها واحده واحده. احنا متعودين ان الاعشاب بتنقي لي جسمي من السموم وتنزل لي الميه الزياده. لا، الاعشاب بتاعه النهارده هتدخل لي في مرحله الاسترخاء اللي جسمي محتاجها. هتعزز هرمون السعاده عندي عشان ما تخلينيش احس باكتئاب او بقرف. في ناس كتير تقول لك ايه ده، هو انا لما اخد الكورس، كورسات التخسيس معروفه اللي هي الكورسات اللي مش اصليه او الكورسات اللي بتبقى غير مناسبه للحاله الصحيه بتاعه الشخص ده، بتبقى بتجيب ارق، بيجيب اكتئاب. طيب انا هحس بقرق، هحس باكتئاب، ضربات قلب سريعه، كل الحاجات دي؟ لا، مش هتحس باي حاجه. الكورس بتاعنا امن جدا، ملوش اي اعراض جانبيه، بلس ان الاعشاب هتدخلك في مرحله الاسترخاء اللي انا قلت عليها، هتعزز لك هرمون السعاده عندك، هتخليك حاسس اللي هو ايه ده، انا مبسوط، مفيش اكتئاب، مفيش ارق. يعني بخس وباكل كل اللي انا عايزه، وكمان مودي حلو. بالظبط كده، مودي حلو. بلس ايه بقى كمان يا شفت الاعشاب؟ شفتي هند دلوقتي لما قالت لنا انا كنت خايفه ان وشي يخس، ولما كنت بعمل دايت كان وشي بيخس وبيبان عليه. لا، انا عايزاكي تخس او عايزاك تخس وانت وشك منور. الناس مش اول ما تشوفك تقول لك ايه ده انت تعبان. ايوه بالظبط. لا، انت خسيت. ومع فيتارم جلوبال اول ما الناس هتشوفك من اول 10 ايام هتلاحظ الفرق عليك، وهتقول لك انت خسيت فعلا. ان شاء الله. اشكرك يا علا، شرفتيني يا حبيبه قلبي. شرف ليا. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. يا رب النهارده حلقتنا تكون عجبتكم. في الفاصل الاولاني عملنا مع بعض القشطه البيتي وطلعنا منها صينيه كنافه تستاهل بقكم. عملنا الكنافه بالقشطه البيتي النهارده، الف هنا وشفا ليكم جميعا. وعرفنا كمان مقادير الشربات المظبوط للكنافه يتبقى ازاي عشان ولا تنشف منك ولا تطرى. وكمان في الفاصل الثاني كان معانا فيتارم جلوبال ومعانا خبيره التغذيه علا، وقدمت لنا العرض اللي نتمنى ان الكل يستفيد منه. اشكركم على متابعتكم الكريمه، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره سيبكم في رعايه الله.